يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس في الأيام التالية ليوم العيد يقوم بإحداث اجتماع للنساء يكون فيه ضرب للدفوف والرقص، ويقولون إن هذه أيام عيد يجوز فيها ضرب الدف والرقص، فيها ضرب الدف والرقص والغناء بدون آلات موسيقية، فما صحة هذا الكلام؟ يوم العيد واحد يا أخي، ما هو أيام، يوم العيد واحد، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر يوم واحد. أما الأيام التشريق اللي بعد عيد الأضحى هذه ما هي أيام عيد، ما يقال لها أيام عيد، هذه أيام التشريق. وهؤلاء يريدون أن يحيوا الدفوف والمزامير والأغاني يسمونها أيام عيد، هذا من الكذب على الشرع، لا يجوز هذا العمل لا للرجال ولا للنساء. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: يوجد في التسجيلات أشرطة مسجل عليها الضرب بالدف مع إنشاد للفتيات، وتستمع له الفتيات والنساء في العيد بحجة جواز الدف في يوم العيد، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز هذا، ولا تعليم للفتيات على الملاهي والأغاني وتسفيه للفتيات المسلمات، يجب إتلاف هذه الأشرطة، يجب أن تتلف هذه الأشرطة. والغناء في العيد ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم إلا للجواري الصغيرات غير المكلفات، جواري صغيرات ما هم مكلفات، أما المكلفات فلا يجوز لهم الأغاني ولا يجوز لهم له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن ظاهرة انتشرت في المساجد في العيد، وهي توزيع التمر قبل صلاة العيد ليدركوا الفضل بطعمهم الثمرات، فهل هذا الفعل السنة أم أنه محدث؟ هذا من تصرفات الشباب هداهم الله، ما كان هذا معمولا به في السلف، ولا ما علمنا أنه يوزعون التمر في مصلى. الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل قبل أن يخرج، يأكل ثمرات قبل أن يخرج من بيته، فالذي يريد يعمل السنة يأكل عند خروجه من بيته، ما هو بيأكل في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الهدايا في العيد؟ لا بأس توزيع في أيام العيد الأكل والشرب والهدايا والزيارات أمر مطلوب، لأنه يحصل به تواصل ويحصل به محبة بين المسلمين، لا بأس بذلك.